ما اقدرش اقول مين اللي يصلح لدور ورده، ولا ينفع اقول اني انا اللي اصلح العب لدور بليغ حمدي. على فكره، على فكره انا 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 كنت بقعد ابص نفسي في المرايه كده، هل انا شكلي بليغ حمدي ولا لا؟ فالاقي ان هو شبهه بعيد عني، ولكن اصرار الدكتور مجدي احمد علي على اني انا اللي اقدم الشخصيه دي، انا لغايه دلوقتي بساله اشمعنى اخترتني انا، فهو يسال فيها وهو اللي يجاوبك. يعني هو ليه اختارني انا ان انا العب شخصيه بليغ حمدي، برغم ان نجوم كبار كانوا عايزين يقدموا المسلسل دوت، وتم التعاقد معاهم ورجعوا لي تاني. انا مضيت عقد بليغ حمدي ده مرتين باجرين مختلفين، لكن المسلسل لظروفه الانتاجيه ما طيب أتعملش. عايزين نتكلم السينما، هل في حاجه قريب ولا لا؟ انا بعمل دلوقتي فيلم اسمه ليله في الجحيم، ده مسلسل رعب، اول مره نلعب اكلي لحوم بشر في مصر، تكنيك مختلف وان شاء الله تجربه تعجب الجمهور ان شاء الله. هينزل ده مسلسل ولا لا؟ ده فيلم. هينزل على منصات ولا هينزل؟ لا ان شاء الله ينزل دور عرض باذن الله. تمام. ما بقتش فرق كتير دلوقتي، الناس كلها على المنصات دلوقتي، السينما جابوها لغايه البيت يعني. يعني طيب محمد، احنا نشكرك ومبروك ضربه معلم، وان شاء الله بالتوفيق، وتنورنا تاني بعد الفيلم ناجح ان شاء الله. اشكرك، ميرسي جدا لذوقك. ممكن في الخطه محمد يغني مهرجانات؟ طبعا، ليه ما غنيش مهرجانات؟ طب ايه رايك بقى ان انا هغني مهرجانات؟ اصل اقول لك على حاجه، فكره المهرجانات دي انا 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 انا, أنا مستغرب من الناس اللي بيهاجموها. بص، انا مع ان انت ما تقولش كلام مسف، هو ده اللي ادى سمعه لنوع المزيكا الجديد. يعني خلينا ما نسموهوش مهرجانات، خلينا نقول ده نوع موسيقى جديد يواكب العصر اللي احنا فيه. كل وقت وله شكل في الموسيقى بتاعته، فده نوع موسيقى جديد. ليه ارفضه؟ ما هو في مثلا موسيقى في جنوب افريقيا انت ممكن ما تحبهاش يا اخي، نوع من انواع الموسيقى، طالما في تيمة على تيمة ركبة وما فيش نشاز في اللي بيتقال يبقى ده موسيقى، وما اقدرش ان انا ارفضها عشان هي بترقص شوية فانا ارفضها. طب ما في اغاني لعبد الحليم بترقص، يعني ما في اغاني لام كلثوم بترقص، يعني ايه المشكلة اللي فيها؟ لكن هم سموها مهرجانات، هم يتسألوا ليه سموها مهرجانات. لكن الكلام كله واللغط كله كان على فكرة الكلام اللي بيتحط في الأغاني دي، فهو ده اللي ادى سمعة للنوع المزيكا ده انه يبقى وحش او يبقى مرفوض. لكن الموسيقى نفسها ما هياش وحشة، بالعكس بتمتع الناس، وبيستخدموها في الأفراح، وبيستخدموها في عيد الميلاد، وبيستخدموها في حفلاتهم وفي مناسباتهم. ايه المشكلة ان احنا نقدمها بس من خلال كلمات لا تخدش حياء الجمهور فقط؟ انا مش فاهم ليه الناس هجمتني لما انا بقول ان التمثيل او الفن عموما اهم او اكثر تاثيرا، عشان كانت نيتي فيه اني انا عايز اقدم اعمال فيها قيم انسانيه وكده. طب ما هو لما محمد رمضان كان بيقدم اعمال والناس كانت رفضاها وبيقولوا ان هو كان بي 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 بيفسد الفكر وثقافه مش ثقافتنا وكده، كنتوا بتهاجموه؟ ودلوقتي انا لما بقول ان الفن لازم يقدم قيمه فنيه ابقى انا كده غلطان؟ طب اعمل ايه يعني؟ افتح الكبوت ولا اقفله؟ انا مش فاهم يعني، الواحد ما بقاش فاهم اعمل ايه، انهي الصح، اقول ايه عشان خاطر الناس تبقى تقول عليا ان انا بتكلم كويس؟ اعمل ده ولا 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 اعمل ده؟ وبعدين احنا دلوقتي في توجيه ان احنا نقدم قيم انسانيه للمجتمع، حاجات نربي بيها اجيال، فكر يعني. لما نعمل مثلا مسلسل زي الاختيار، نعمل مسلسل زي سيره ذاتيه لخالد بن الوليد كده، احنا بنقول يلا نعمل اعمال مهمه، يلا نعمل اعمال فيها قيم انسانيه، فيها ان احنا نتعلم حاجه كويسه تفيدنا وتفيد المجتمع كله كده. ابقى انا غلطان؟